بعد غياب دام عامين بسبب الجائحة، يعود مهرجان المسرح العربي في نسخته 13 ضيفا على مدينة الدار البيضاء، موعد ثقافي إبداعي بمشاركة مغربية عربية واسعة يسعى من خلالها ربط الجمهور بالسينما. المهرجان أن يكون بالمغرب هذا شيء كبير وشيء جميل جدا، للمغاربة يستحقون، مو ليس مجاملة نحكي، يستحقون كل التقدير، يستحقون كل المحبة، لأنه أرض خصبة وحقيقية للفنون وللمعرفة وللجمال وللفلسفة. على مدى أسبوعين كامل تعرض 16 مسرحية اختيرت من بين أخرى للتنافس على جوائز المهرجان، كما أن المناسبة موعد سمح بلقاء مفتوح بين نجوم المغاربة والعرب وخلق نفسا جديدا في مدينة الدار البيضاء. واليوم عودة المسرح العربي وفي المغرب هو شريف بالنسبة لنا في وزارة الثقافة، وبالطبع كذلك فرصة للمسرحيات والمسرحيين المغاربة باش يزيدوا يعرفوا بالأعمال الفنية اللي كيقوموا بها على الصعيد الوطني، واللي غالبا أو في مجموعة ديال يعني المهرجانات إلا وكيجيبوا نتائج جد مشرفة للمملكة المغربية. ورش عمل وندوات نقدية للعروض المسرحية المشاركة في هذه الدورة، وتكريم لعدد من الفنانين الذين ساهموا في إثراء المشهد المسرحي المغربي بإنتاجاتهم، كل هذا في نسخة هذا العام من مهرجان المسرح العربي.